هذا خويا اللي في قلبك هضر فيه. هي بالحق يعني زدت يعني زدت لاباس عليها، انا والله كان تقع لاباس عنها في العطلة تاع نوفمبر. قدر ربي كيما هكا صارت الحالة هذه، يعني بدا تدريجيا باش كيما قطعت في الهضرة ومن بعد هكذا. المهم يعني كيما نقولوا قعدت نجري بها، ما خليتش بها حتى بلاصة. آخر مرة كيما هكا في تونس تسمى يعني كيما نقولوا خلاص، قال لك بيتك وحمرون والأخرى. العلاج تاعها لقيته غير في الترك، كاين في مصر هكا بصح شي نسبة ضئيلة هكا. هذه تاع الترك كاين واحد سابقني بها كيما مقسنطينة، ها رايح تما ويعالج تما. تسمى النتيجة تبان على 6 أشهر، يعني مش عارف شهر والله وش اسمه، تقعد 6 أشهر كاملة وباش تبان يعني كيما نقول حنا هكذا. العلاج تاعها في مدة 6 أشهر، مش عارف شهر والله عملية تروح وتجي هكذا. هذه اعطينا ال احكم له عفوات، اعطينا اسمه لاسون تاعها قد داير. معليش لاسون يقول لك على عمي فؤاد يعني من هكذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في بيت بن عامر وقدامنا طفلة مسكينة ربي يشافيها إن شاء الله، توبة صغيرة في عمرها 5 سنين ونص، ستة هكذاك، ست سنوات. بون دوسي ميديكال راه عندي، راه عندي في الدامي دوسي ميديكال جو ميسكوز مي حلو مواضع. دوسي ميديكال واش راه يقول عندهم ستان تريتمون دو 6 موا. تريتمون دو 6 موا راه حاجة كبيرة. بون عندو لي تريتمون لي تيست لي تريتمون اوسبيتالي يلحقوا حتى 27 ميل اورو. المدة تاعها 6 موا، يعني 6 موا مدة العلاج. مدة العلاج 70 ألف في النهار، يعني تقريبا 4200 اورو. لي برجمون تاعها 4800 اورو. لي فري ميديكو تقريبا 1500 اورو. وعندنا ثاني لي تيست جينيتيك سي نيسيسير 4000 اورو. وعندنا لو تاريخ دو بيي دافيون بوغ دو زونفون اي دو ادولت تقريبا 1500 اورو. يعني لا سوم كومبليت لحقت حتى هو لو فري فيزا 225 اورو. ها وعندنا تقريبا يعني لا سوم كومبليت 43225 اورو. نعاودها، المجمول بالعربية 43,243,000 اورو بصوارتنا، كلشي بصوارتنا صوارتنا تقريبا تلحق تقريبا واحد المئات واحد المليار و40 بصوارتنا. لماذا بينا نشوف الطفله هذه راهي مسكينه ربي يشفيها، راهي مريضه وراهي كما راكم تشوفوها يعني كانت صحيحه يا مدة ما باس 6 أشهر 7 أشهر قبلها 3 أشهر كانت صحيحه، كانت هنا برا في السيفر حتى البحر. العطله تاع نوفمبر، كل من العطله تاع نوفمبر والله من العطله تاع نوفمبر بدات كيما هكذا تاع شويه كيما هكذا، ومن بعد قطعت الهضره بشوي بشوي كيما هكذا بدات لها. كل مره تبان لها حاله مسكينه، كل مره تجي حاله. ماذا بينا احنا المحسنين اللي عندهم القلب اللي عندهم يعني الروح، الحوايج كيما هادو يعاونوها. قلنا من 10,000 حتى 100 مليون. نبغى 1000 فرنك، بغى 1000 فرنك كيما يعاونوا الطفله هذه، يعاونوها باش دير لي سوان تاعها في العلاج تاعها في الترك. ونتمنى ان شاء الله، يعني نتمنى ان شاء الله ربي يشافيها ان شاء الله. مسكينه، وكما راكم تشوفوها هاي هوي في الميديا، كما راكم تشوفوها راهي في حاله ما نقدرش نهضر. تعطينا كلمه باش نعالج الطفله هذه، ويعني نشكر الجميع اللي عاوننا. نستبد دعاء بدي ربي ان شاء الله يشافيها ان شاء الله ونشكروا يعني جميع المسؤولين والجمعيات اللي ثاني اللي عاونونا ولو كان بالكلمه. ويعني النداء هذا راه للشعب الجزائري كامل، بالاخص ولايه بورباريج وبالاخص دائره راس الواد وبلديه راس الواد، ونشكرهم الكل. يعني ماذا بينا ان شاء الله يقوموا يعني كرجل واحد باش يعني تكون هذه الطفله هذه تولي كما كانت. يعني ما يا اخواني يعني هي يعني راك تشوفوا فيها وان شاء الله تلقى القلوب الرحيمه والقلوب المؤمنه لتعاون هذه الطفله هذه ان شاء الله. ماكسيموم بارتاج يا جماعة، ماكسيموم بارتاج حتى توصل للناس السائرين على هذه البلاد هذه اللي ماتوا ما أجرها الشهداء باش يعيشوا ولادنا هذو يا جماعة.
ماتوا من اجل هالشهداء باش يعيشوا ولادنا هذو. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نداء الى جميع المحسنين بالجزائر كامله. يعني تنظروا لهذه البنت هذه كانت تجري قدامنا قبل شهر برك. كنا نشوفوا فيها تلعب لهنا مع ولادها. واللي يقدر الله وما شاء فعل. وانظروا لوالدها هذا راه بويها. وزيدوا شوفوا لامها اللي راهي كبدتها محروق عليها. كانت تروح تقرا اليوم راكم تشوفوا فيها كيف راهي الحاله تاعها. والمبلغ هذا اللي راه عند بويها الفاتوره اللي جابها من ترك راه مبلغ يعني كبير ما يقدروش عليه وما نقدروش عليه حنا هكاك في الحي تاعنا. نطلبوا من جميع اللي في قلبه رحمه شويه يعاوننا باش هذه ترجع كما كانت حالتها الطبيعيه ان شاء الله. يعني سبحان الله كانت لاباس. وهذه راه الاسره هذه راه بن عامر في حي تاع في تجزئه الحلاقمه تجزئه حلقوم تحت المسجد تاع النور. اللي يحب يتصل ويشوف هذه الوثائق التبريريه هذه مرحبا بيه. وان شاء الله يعني يا ربي في القريب العاجل ان شاء الله نقدروا نكملوا هذا المبلغ باش يفرحوا والدها ان شاء الله وهي ترجع لمدرستها وترجع الرجل على رجليها ان شاء الله. والسلام عليكم. 35 55 عاود راح هذا هو الفوكس. نعاودكم نيميرو تليفون توجور مكتوب لتحت هو عقب عليكم في لا فيديو هذاك. نيميرو تليفون تاع السيد هذاك بن عامر 05 52 19 35 55. نعاود لكم 05 52 19 35 55. ما تنساوش عاونوا السيد هذاك وعاونوا بنته هذاك بس ما عندهاش ميم با بزاف عندها تقريبا شهرين هي كانت صحيحه كانت لاباس عليها كما كان يحكيو جماعه في الفيديو. ما تنساوش يعني تبارطاجيو لا فيديو سيرتو تبارطاجيو لا فيديو هذاك. انا حاب انا نبارطاجيو لا فيديو هذاك قد ما يكونوا ناس يبارطاجيو قد ما يكونوا ناس يشوفوا لا فيديو هذاك قد ما يكونوا ناس يعاونوها يشتاق بالفرنك يشتاق حتى بالفرنك. حنا مهم يعاونوها باسكو راسها كبيره اي مليار واش يعني مش حاجه سهله. حتى يعود يخدم حتى يعود يجيب حتى 10 ملايين في الشهر ما ياخذش دايمه. يعني نطلب لكم نطلب من الناس المحسنين يعاونوها وان شاء الله دير العمليه اقرب وقت والعمليه طول شويه مش عمليه تسمى ستراتمون تقريب 6 يعني 6 تقعد في الطرق وهو والمدام تاعو والطفله يعني معناتها بلي مش حاجه صغيره فيها ديفري بزاف فيها ديفري بزاف. كما حكيت لكم قبيل ودوك نزيد نصوركم تشوفوا لو بيلون تاعها وتشوفوا الدوسي ميديكال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.